ومن ذلك أيضا أن لا تخرج المرأة متطيبة، فإن خرجت متطيبة فقد أتت بوسيلة الفتنة منها وبها، يفتتن الناس بها وهي أيضا تفتتن حيث تمشي في الأسواق وهي متطيبة، نسأل الله العافية. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدا، وعليه أن يتفقدهم، سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم أو غير ذلك. لا يجوز لأحد أن يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي،